ونحن في هذا المرحلة هذه لبناء المؤسسات ما زالت لنا مراحل أخرى وبصفة خاصة في المحليات، ولا هنا نستكمل بناء المؤسسات، مؤسسات الأفقية والمؤسسات العمودية، ولا هنا نكون حقيقة لبينا والجزائر لبات ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لبى ما وعد به أن بناء في إطار الجزائر الجديدة بناء جمهورية جديدة